لمدينة وهران الجزائرية ومن قلب الحدث. هيكون معنا المهندس الباسل عبد الله نائب رئيس بعثة مصر في دورة البحر المتوسط عشان نطمن كده منه أكتر على أخبار بعثتنا والأجواء بعد حصولنا على 15 ميدالية متنوعة حتى الآن. برحب بحضرتك منورنا هنا في أخبار أون تايم. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك الدنيا؟ لسه عندنا أبطال كتير جدا هيشاركوا في المنافسات القادمة، طمنا بقى كده على استعدادات أبطالنا خاصة رفع الأثقال والسلاح وألعاب القوة. الحمد لله احنا يعني لغايه دلوقتي البعثه ماشيه تمام، الحمد لله على البدايات اللي احنا حصلنا عليها، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله العاب القوه تبدا بكره والسلاح يبدا يوم واحد، ورفع الاثقال برضه بيوم واحد، وان شاء الله يبقى عندنا بدايات ثانيه ان شاء الله، وكره اليد برضه تستمر في الدور الاول وتكمل ان شاء الله باذن الله، مصر تبقى في المقدمه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. اخبار ابطالنا بقى المصابين ايه؟ يوسف بدوي صاحب ذهبيه الكاراتيه، عبد الرحمن عمر صاحب برونزيه المصارعه، عايزين نطمن على الاصابات. لا الحمد لله كله تمام، مفيش مشكله خالص، يعني هو يوسف الحمد لله بقى احسن، ويعني هيستكمل العلاج ان شاء الله، وفي القلعه الشاطئيه مفيش مشكله خالص، ولا في مشكله في الاصابه بتاعت بطلنا في المصارعه، مفيش الحمد لله كله تمام. الحمد لله. بالنسبه بقى للالعاب الجماعيه، عايزه حضرتك تكلمني الامور ماشيه ازاي مع منتخب كره اليد وكره الطايره وكره السله. كره اليد الحمد لله يعني زي ما احنا متوقعين ماشيين كويس جدا في الدوري الاول، الدوري الاول، والحمد لله كسبوا ايطاليا وصربيا، وان شاء الله يعني اعتقد ما فيش مشاكل في الدور الاول باذن الله. السله ان شاء الله هيبداوا بكره باذن الله وربنا يوفقهم. الكره الطايره الحقيقه ما شاء الله الفريق البنات الحمد لله يعني ربنا كرمهم بيعرفوا دور الثمانيه هم وفريق برضه الرجال، ان شاء الله ربنا يسهل بكره هيلعبوا الفريق البنات هيلعب صربيا وفريق الرجال هيلعب اسبانيا وربنا يوفقهم ان شاء الله. حضرتك متوقع بعثة مصر ممكن ترجع معاها كام ميدالية؟ والله كله ان شاء الله بتوفيق ربنا، احنا يعني كنا توقعاتنا قبل ما نسافر ان شاء الله اجمالي البدايه تكون في حدود 30 ميداليه، وان شاء الله ربنا يسهل مع اللي احنا حصلنا عليه لغايه دلوقتي، حصيله ال 15 ميداليه اللي حصلنا عليها دلوقتي ان شاء الله ربنا يسهل ونستكملها ان شاء الله ونستكمل ونعدي التوقعات باذن الله. ان شاء الله. اخيرا طبعا بنبارك لحضرتك مره تانية وباذن الله مزيد كده من الميداليات والانجازات في الايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله بدعواتكم وان شاء الله بمجهود ولادنا وابطالنا باذن الله نفضح كل شعب مصر. بشكرك جدا مهندس باسل عبد الله نائب رئيس بعثه مصر في دوره العاب البحر المتوسط، بشكرك.